وبدنا نقول سلمى، يمكن هي الفقرة من أهم الفقرات يلي كل الصبايا رح تركز عليها، فقرة الجمال والألوان الصيفية وعالم الجمال والميك اب تحديدا. بصرنا نرحب بضيفتنا أخصائية التجميل لمى الأيوبي. سعد صباحك. صباحك يا رب. صباح الجمال. أهلا وسهلا. صباحك. يعني شايفين اليوم باليتات بألوان متعددة، شادويات، شايفين كمان الفراش لتحضير دائما الميك اب. بداية خلينا نحكي عن أهمية انتقاء الصبية للألوان يلي بتناسب بشرتها. أكيد. هلأ في أول شيء لازم نختار الفوندتان المناسب للبشرة. كيف نختار هذا الفوندتان؟ على حسب الأندرتون اللي موجود لكل صبية. نختار الأندرتون. شو هو الأندرتون؟ هو العروق الموجودة بإيد كل صبية، فينا نشوفه هون على إيدنا. ممكن تكون العروق هي باردة أو عروق منسميها دافئة. الباردة تكون العروق أزرق، يعني العرق الإيد إذا كان أزرق فهو بارد. تمام. يعني هيك شو اللون؟ هلأ أنت أخضر. شو يعني؟ أخضر العروق دافئة. وين نشوف سلمى شو لونها؟ نشوف شو لون. نكبس بس هون شوي فيبين معانا العروق شو هي. أخضر. فإذا أخضر فهي من أصحاب بشرة دافئة. فنحن لازم الأندرتون تبعيت الفوندتان نختاره يكون فيه شيء على مايل على صفار، مشان نقدر يعني اللي حاطينه. هلا نحن بشكل عام بس خلينا نميز، لأنه أوقات كتير الناس بتسأل لما بتشوفنا برا الكاميرا أنه أنتوا حاطين طبقة كتير كبيرة من المكياج حقيقة، بس يعرفوا أنه بشكل عام الإضاءة والمكياج اللي بيسموه السينمائي او مكياج الكاميرا بيختلف عن المكياج اللي الصبيه بتطلع فيه على الشارع. أكيد. فهلا بما انه حضرتك خبيره مكياج، شو رايك بالمكياج اللي عاملينه؟ اكيد كثير حلو. بدنا نشكر اكيد اخصائيه المكياج مشلين على مكياج. سلم ايديها يا رب. فهي هي بس انه فكره انه نختار الالوان المناسبه، لانه بالنسبه للفوندتان انه يكون اذا كانت عروقنا بارده نختار شيء يدفيها. نعم. مثلا تكون مايله على وردي، الفوند يكون مايل على وردي، واذا نعم. كانت عروقنا خضر فهي من اصحاب بشره الدافئه فلازم ناخذ شيء مايل على الاصفر. تمام. نعم. مثل انه سلمى بننقي هدول الشغلات بنانا. اي تمام. لانه في كثير صبايا بيكون مثلا بمحل الميك اب عم يختاروا فوندتان بيطلع لبرا بحسوا اللون ما ناسبهم. فما العرفانة تختاره صح، الإضاءة اللي بالمحل بتكون معنا صحيحة. نعم. ممكن يقلب معها رمادي لأنه الأندرتون تبعه ما له مناسب أبدا للفون بيختار. نعم. لما عم نشوف شادويات وباليتات بألوان مختلفة من الألوان الترابية مثل هون فيها ترابي وفيها زهر، هون في ترابي أيضا وفيها زهر، يعني الألوان خلينا نقول الداكنة عكس هيدا الألوان اللي فيها صيف. فهون بدك تخبرينا، هل الصبية تتقيد بالموضة أو بصيحات آخر الصيحات صيف أو شتاء، أو بما يلائم شكل عينها وبشرتها؟ هلا نحن بنحاول إنه نواكب الموضة. أكيد كل فصل له ألوانه، له الطريقة اللي عم تنعمل فيها الميك اب. الميك اب له قصات تمام مثل الشعر، شلون نحن الشعر له قصاته، فالميك اب له نفس هي القصات. فلازم هي تختار الشيء من الموضة بس اللي يناسبها. يعني انا مثلا ما بختار الوان حابه انا هذا اللون بس ما بيناسب لون بشرتي وما بيناسب لون عيني، فما بقدر بختاره. يعني ما فيني انا ساوي نفس مكياج مثلا الفنانه معين انا بحب مكياجها، بجوز ما يلبق لي عيني صغيره، عيني كبيره صغيره. تمام. طيب سيدة لما كمان اليوم بنشوف الفتيات كثير بيتاثروا ببعض، انه انت حاطه مكياج حلو انا بدي نفسه. فهي كمان خلينا نحكي عن ولو هيك سريعا شوية الأساسيات، كيف البنت بتختار المكياج المناسب لها. حكينا عن الفون كيف ممكن تختار، ونحكي عن الباقي. أنا شلون بعرف حجر عيني شو بيلبق له، زاوية عيني، هل أنا عيني مبطنة أو لا، لازم حط لها الشادو من برا لجوا، هي التفاصيل. هي اكيد. هلا الفوندتان عرفنا كيف نختاره على حسب العروق الموجوده بايدنا. اما بالنسبه للشكل والالوان اللي انا لازم اختار الالوان اللي تناسب لون عيني للي يقدر تظهر فيها لون عيني بشكل واضح وحلو. اختار البلاشر اللي بيكون يوضح اكثر الجمال اكثر. والهايلايتر يلي هلا الكل الهايلايتر. بس فكره عن الهايلايتر انه انا ما فيني اطلع عن الهايلايتر بنهار كميك اب نهاري. تماما. بنحط بحالات يا ميك اب سهره يا اما بده يكون عندي تصوير او انه تحت اضاءه لحتى يبين اكثر.
بس بالميك اب النهاري اجباري لازم يكون كثير الميك اب ناعم. هلا انتم اكيد الميك اب اقوى، بده يكون في اضاءه في تصوير، فلازم يكون اقوى شوي الميك اب. صحيح. والتينت، خلينا نحكي شوي عن التينت. التينت استخداماته كثيره، بس يا ريتني قدروا يعرفوا يحطوا التينت بطريقه صحيحه. هي هي المشكلة. لانه بينحط دغري على الوش وهي طريقه كثير خاطئه، لازم ينحط على الفرشايه وينمد بسرعه على الخدود وينسحب لبرا. موضه هلا لانه موضه كثير، وعم نفس التينت عم ينحط على الشفايف. هلا حلو التينت صباحي بس الالوان تكون رايقه، الزهر الفاتح ما ينحط الالوان الغامقه البوردو او هيك. نعم. طيب كمان سالي، هلا عم شوف كثير صبايا عم بتروح على مظهر، او هلا صار الموضه بشكل عام ميك اب نو ميك اب، يعني انه انا بدي احط مكياج بس ما بدي احط مكياج يبين انه انا حاطه، وفنانات كثير عم يعتمدوا عليه باطلالاتهم اليوميه. انا ماني حاطه شيء بس هي فعليا حاطه كل شيء. تمام. خلينا نحكي هذا المكياج هو بالشكل عام حلو وظريف، بس كيف بتقدر تعتمده وشو المواد لازم تستخدم فيه؟ هلا اكيد اول شيء الفون بده يكون من لون البشره، ما بده يكون لا اغمق ولا افتح ولا افتح. البلاشر بده يكون الوان النيود البرونز اللي يروح على بيج اكثر. العيون على حسب لون عيني انا بشتغل، يعني مثلا عيونها عسلي، عيونها خضر، تنحط مثلا الوان زهر. بتحط بودره، بتحط لوس باودر ولا لا؟ هلا اللوس باودر مهمته بس هو تثبيت الميك اب، انا شلون سبراي بثبت لي التسريحه، هو اللوس باودر نفس مهمته بثبت بس الميك اب تثبيت. نعم. وبيعطي فلتر للتصوير اكثر، يعني بثبته لفتره طويله بحيث انه الفونداتان ما يتحرك يعني قرنته. نعم. يمكن لما حكيتي جمله كثير مهمه انه تعرف الصبيه شو تحط حسب لون عيونها وشكلها. طيب طريقه الميك اب، يمكن في طريقه موحده ما بيمشي حالها مع العيون المبطنه، او مثلا في سواد معين لجحوظ معين ممكن يخفوه، هاي انتم كميك اب ارتست انتم بتشتغلوا عليها اكثر يعني وبتتفننوا فيها، ولكن تجي احيانا لعندك عروس، خلينا نقول بتعرفي العروس بدها شيء من مجله او شيء معين، ممكن تكون عيانها شوي مبطنه، تقولي لانه انت لا ما حيزبط هيك، كيف فيك تقنعيها انه عينك بيلبق لها هيك؟ ممكن تعملي لها تيست على هيدي العين وتيست على هي العين، شلون يعني؟ انا بورجيها شيء بيشبه شكل عينها تمام 100%. يعني ما فيني اعمل لها نفس الميك اب اللي هي جايبتي لي، انا ممكن اذا هي بتحب هي الالوان اقرب لها للالوان اللي هي مناسبه لها، ولكن ما فيني اختار نفس الالوان اللي جايبتي لي اياها الصوره، هي اول شغله. والشغله الثانيه، ما فيني انا شكل عين الصبيه اللي جايبتي لها اكيد حيكون مختلف تمام مع شكل عينها، فانا اذا عامله ميك اب لعين بيشبه هي بطريقه بيشبه عينها فانا بساوي لها نفس الشيء. كثير حلو. واكيد لازم بالاخير يعني الصبيه تكون بهذا اليوم مميز لها، لازم تكون هي رضيانه ومبسوطه على هذا الميك اب، فبنحاول نقرب قد ما فينا بيناتنا حتى يكون شيء اكيد مبسوطة. كمان فيه. خلينا نحكي اليوم المكياج بشكل عام هو علم، هو فن. تمام. لما اطلقوا عليه انه هو فن لانه هو قادر يغير شكل الانسان ليعطيه المظهر الحلو اللي هو يطلع بحاله بالمرايه. بعض الصبايا عندهم ممكن خليني اقول اخطاء بالخلقيه ممكن تكون موجوده وما بدهم يلجؤوا للتجميل، هي مرتاحه هيك. الكوركت اللي انا بستخدمه في كثير ناس حتى بيكون ما بدها بس هي تنحت، بيقولوا لك بدي انحت وشي. طيب انا كيفيه النحت اليوم كيف ممكن تعمله؟ مين الشخص اللي بيفيده؟ مين الشخص اللي بيضره؟ خصوصا في صبايا مثلا شفايفهم صغار بتضل بتكبر بتكبر الشفه ليطلع المظهر مو حلو، نحكي عن هي التفاصيل لو سمحت. تمام. هلا اكيد التجميل بيختلف تمام عن الميك اب، الميك اب مهمته بس اني انا اظهر الشغلات الحلوه بالوش وخبي الشغلات اللي انا ما بحبها بوشي. هلا ما في صبيه ما أنا حلوه، ما في صبيه ما فيها ملامح جمال، فهو بس هي تعرف بالضبط شو اللي ممكن تظهر هذا الشيء. هذا الشيء بيصير بلعبه الالوان، الميك اب هو الوان، لعبه الوان بين الغامق والفاتح. انا كيف فيني بقراني غمق لاظهر مثلا الوش المليان، مثلا نحفه شوي، ممكن بالكونتورينج نحفه، ممكن بالكونسيلر او مثلا الكحل بقلب العين كبر العين الصغيره. هي لعبه الوان الميك اب بس مانو بالاخير تجميل. يعني انا مثلا فيني الصبيه مثلا اعمل لها كونتور لانفها صغره شوي، بس انا بالاخير ماني طبيبه تجميل يعني انه اقلبه او غيره. ما بدنا ننسى لما الفوتوشوب يلي عم يتم بالصور، يعني هن بيفكروا انه والله الميك اب هي عملت لها انفه صغير، لا ممكن احيانا يلعب بالصوره، فهي ما كثير عم يقدروا يميزوا فيها. حطي لي مثلا روج، هيدا الروج يخلي لي اسناني بيض، كما اذا اسنانها هي مو بيض فعم بيض ايضا مشكله كثير كبيره. خلينا ننتقل للريش،
دائما الرياج هي اساس الميك اب. تمام، هيدا يمكن اللي بيمد فيها الميك اب. هلا هي بيمد فيها الكونسيلر او الفونديتان. تمام، لكن ريشه لها اختصاص. لكن ريشه لها اختصاص ونوعيه. تمام. يعني مثلا الميك اب اللي لازم للعيون لازم تكون فراشي، تكون شعر طبيعي، هيك لون شعر هدون طبيعي. هدون للوش، هدون للعيون. ميك اب العيون دائما الفراشي تبعها لازم تكون شعر طبيعي. يعني يمكن سلمى لو كنتي محلك انت لمستي عن جد قديش ملمسهم ناعم، كثير ملمسهم ناعم بتأثر. يعني ما بت يعني اذا كانت يمكن هلا ما في متواجد مو طبيعي احيانا بتجرح العين. صح يعني. تمام اكيد. ويمكن كمان الاعتناء بالريشه بحد ذاتها، يعني أكيد. في ناس بتخلي ريشه فتره طويله، بتفكر انه ادوات المكياج ما لها وقت او ما لها عمر الا لما تنكسر او تنتزع، بس هذا مو صحيح. اكيد لا مو صح، لانه الفوند له وقت، له وقت معين اصلا بيكون مكتوب على كل علبه بناخذها قديش مده استهلاكها من وقت فتحها. في بعض المنتجات ما بينكتب عليها مثل الروج مثلا، والروج هو اهل عيارهم 6 شهور مثلا. يعني هو معروفه صارت قديش مدته الميك اب، فانا ما لازم خلي الميك اب كثير عندي لانه بده يخرب وبده يخرب لي بشرتي. ما بيصير كمان الريش تكون مده طويله ما لها منظفه، المفروض كل يومين ثلاثه الصبيه عم تستعمل الميك اب بشكل يومي. كل يومين ثلاثه تنظف الفراشي وبطريقه يعني كثير سهله بيتنظفوا. اكيد صحيح. يمكن سبب الاكنه خلينا نقول او الشغلات اللي بتواجهيها هي عدم تنظيف الرياش تبع الميك اب او الاستخدام المتكرر لهدول الرياش. يعني يمكن في اشخاص بتستخدم شغلات اخواتها رفقاتها، وممكن تكون بشرتها مثلا غير بشرتي، او انا عندي شيء اعديه فيه. تمام، فقديه مهم الاستخدام الشخصي لهدول او غسلهم كل استخدام وتعقيمهم وتشميسهم لعدم الرطوبه. هلا نحن بالنسبه لنا كميك اب ارتست لازم يكون عندي مو بس مجموعه واحده، عندي كذا مجموعه. ما بصير انا استخدم نفس الريش ونفس البيوتي بلندر اللي عم استعملها لزبونه ارجع استعملها لزبونه ثاني. اكيد لا، لانه بنقول لها اي جراثيم موجوده هون ممكن لها على البشره الثانيه وضرها فيها. فلازم يكون في كذا مجموعه ريش عندي وكذا بيوتي بلندر. ما لازم انه كل صبيه يعني نحطه بنفس المواد. والصبيه اللي بتستعمل من اختها هي في شغلات بتضلها خاصه للبنت، يعني لبشرتك انت، فما لازم انه حدا يستعمل لك اياها ولا تعيريها لحدا او انه تستعمليها من حدا. حتى المسكره ما؟ لا المسكره ما فيها شيء، حتى اذا ما فيها التهاب. بس المشكله انه بالفوند بالبيوتي بلندر هي كثير بتاخذ ناقله كثير للجراثيم اذا ما كانت تنظف. يعني بختام حديثنا اليوم بدنا نشكرك على كل النصائح اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لوجودك. شكرا كثير لاستضافتكم. شكرا سلام. يعني لما اليوم فتينا كثير وفتي الصبايا بمعلومات قيمه عن الميك اب، وان شاء الله يا رب هيك مثل ما قلتي كل الصبايا حلوين ولكن يعرفوا كيف يظهروا ملامحهم. شكرا لوجودك معنا.